فمش بنشتغل بخمسة كيلو سيجمنتس فيطلع المجسم ناعم وحلو، لا الموضوع مش كده. تمام، فنهدى كده لغاية ما نخش في الموديلنج عشان نعرف الدنيا بتمشي ازاي. المهم اللي يهمني دلوقتي انك انت تعرف المصطلحات ودلالة المصطلحات دي. في هنا سموز، في هنا جاجد، ممكن اقول له سلايس لو انا عايز ده يبقى ارك بالمنظر ده كده بسلايس. يعني بصوا انا البارامترز دي انا هسيبها لك تجرب، يعني انا يهمني بس تعرف المصطلحات الاساسيه، كلمه سيجمنتس، هايت، ريديوس، كاب. تمام، ده اللي يهمني انك انت تعرفه. كاب تشوفها تعرف ان هي القفله اللي فوق دي، هايت يعني ارتفاع، ريديوس قطر، يعني كلها كلمات انجليش ومعروفه يعني. نكريت ايه كمان؟ طبعا بلان اهو، ده البلان ما فيهوش حاجه، هو بس بيقول لك ده كام سيجمنتس، ده كام سيجمنت، حاجه زي كده بس. في بعد كده السفير، من اشهر المجسمات في 3D اصلا، ادي السفير، كليك واسحب بس. السفير دي اليفه، يعني هو كليكه وسحبه وخلصنا، نفس القصه في البلان. خلاص ادي السفير ما فيهاش حاجه غير لو ان رحنا هنا وقلنا له هنا هيمسفير انها تبقى نص دايره. تمام، عدد السيجمنتس، الراديوس، نفس الموضوع سلايس. زي ما قلت لكم المصطلحات هتتكرر كتير قوي قوي قوي. بما اني في القايمه دي، انتوا عارفين الحته دي اسمها ايه؟ اسمها الموديفاير ستاك. موديفاير ستاك، خلاص ليه هنا؟ لان انا هنا ممكن هتلاقوا هنا الدنيا دي ممكن تتملي، يعني سفير فوقها مش عارف ايه، فوقها ايه، فوقها ايه، فوقها ايه، وهكذا. تمام، طيب ده بالنسبه للاوبجكتس دي. عندي هنا حاجات كتير قوي هتكلم، يعني هتيجي بقى واحنا شغالين. لو عملنا ديليت لده ورحنا للشيبس، لو رحت للسيركل نفس الموضوع، رحت للايج نفس الموضوع. دي بقى ليها ليها اوت لاين، يعني كليك مره اللي بره وبعد كده اللي جوه. ان جون ستار، كلها زي ما انت شايف، يعني كليك وتسحب وكليك وتعمل، هنلاقيها بالشكل ده كده. ده سريعا ايه هي الاوبجكتس اللي في ماكس. في حاجات كتير قوي 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 لسه في ماكس، بس زي ما قلت انا عايز اتكلم على كل حاجه في حينها. عايز اروح كده واشيل الكلام ده. حاجه بقى عايز اوريها لكم، لو احنا رحنا لسفير عملنا كده ايه يعني؟ امثالي في ناس عماله باصه للحته دي، الحته دي انا مش عايز اضغط على الزرار ده عشان ما تتخضش. عموما اللي هيظهر هنا ده اسمه الريبون. الريبون ده يعني هو جرافيكال انترفيس للاوامر اللي موجوده هنا. يعني لما نيجي نشتغل في الموديلنج، خلاص في اوامر هنشتغل بيها، الاوامر دي موجوده هنا، هتبقى قائمه طويله شويه القائمه اللي هتبقى هنا دي، فممكن ان انت تجيبها من الريبون ده. بس عموما لو ضغطت فول ريبون هنلاقيه بالشكل ده كده. طبعا هو مش هيبقى كده، ده هو يعني في حاجات كتير، بس مش عايز حد يتخض. الدنيا هنا سهله قوي، بس هي سهله قوي وقويه قوي. يعني هنا في حاجات جامده بصراحه، حاجات مش هنا اصلا، فينا حاجات بجد جامده جدا، خصوصا للي بيشتغل اورجانيك موديلنج. تمام، المهم انا دلوقتي عندي سفير زي دي، وليكن السفير دي انا عايز ان انا اجي هنا مثلا واعمل تفصيله، عايز اخد شويه الفيسز دول ازقهم جوه. طب انا بالوضع ده هعملها ازاي؟ انا لو بالوضع ده كده، لو انا جيت عايز اعمل سيلكت على الفيس ده، مفيش. ليه؟ لان الاوبجكت ده بنسميه بارامتريك، زي ما احنا قلنا بارامتريك، انا مش قادر اعمل فيه حاجه، مش قادر اشتغل على بنسميها السب موديلنج ليفلز. يعني السب موديلنج ليفلز يعني انا بشتغل على الحاجات اللي بتكون البنيه بتاعت الاوبجكت نفسه، بشتغل على النقط، بشتغل على الفيسز، بشتغل على
الايدجز، النقطة بتبقى جاية من تقاطع 2 ايدج او 4 واتيفر، يعني هي جاية من تقاطع 2 ايدج فيما فوق، فبيعمل نقطة. تعريف النقطة في الرياضيات، تمام؟ النقطة هي الناتجة من تقاطع خط مستقيمين، تمام؟ ماشي. ده بالنسبة للبوينت، او دي هناك بوينت، هنا بنسميها فيرتكس، تمام؟ هنا بنسميها فيرتكس. اذا دي بنسميها فيرتكس. اما الايدج او الحافة هي ناتجة من تقاطع سطحين او مسطحين. كل ده شغل رياضة، في شغلانتنا احنا، تمام؟ الايدج هي جاية من تقاطع تو فيسز، ده بنسميه فيس ودي بنسميها ايدج، تمام كده؟ هو ده الايدج والفيس والبوينت. طب انا عايز امسك الاربعة دول مثلا وازقهم جوه، طب ما انا مش عارف اجيبهم، دي تتعمل ازاي؟ دي هعمل رايت كليك على الاوبجكت، على الاوبجكت convert to، خلي بالك editable poly، انا قلت editable poly ما قلتش editable mesh، editable poly. يبقى كليك يمين convert to editable poly. بمجرد ما رحت editable poly ما عادش فيه ورا متردد. طب ارجع ازاي؟ كنترول زد بقى. في طريقة ان احنا نشتغل على الاوبجكت من غير القصة دي، تمام؟ بس هقولها بعدين. طب بصوا كده، انا هنا قلت له هنا لو لقينا خدنا بالنا، عندي بقى هنا في editable poly sphere 01، هشيل ده واسميها مثلا my test. عايز اغير لونها بكليك هنا، وخلي بالك اللون مش هيجي لك غير لو رحت modify، كليك هنا وغير الكالر زي ما انت عايز، تمام؟ لما تكليك هنا بتلاقي عندك هنا حاجه اسمها سيلكشن، يعني انت عايز تشتغل على ايه؟ هل انت عايز تشتغل على الفيرتكس ولا الايدجز ولا البوردر، هنجي لها دلوقتي، ولا البوليجون ولا الاليمنت. لو قلت له فيرتكس يبقى انا كده هقدر اشتغل على النقط، لو قلت له ايدجز يبقى انا كده هقدر اشتغل على الايدجز، لو قلت له بوردر ما عنديش بوردر، هقول البوردر ده ايه بس لما اجيبه. لو قلت له بوليجون يبقى انا هشتغل على البوليجونز او على الفيسز. اذا فيسز بوليجونز الاثنين نفس الحاجه. طيب انا مثلا عايز اسلكت ده وده 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 وده، طبعا انا ماسك كنترول. طب انا عايز اضيع السيلكشن او اشيل واحد منهم، الت كليك 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 كليك، خلاص انا كده ضيعته. كنترول يبقى همسك بالمنظر ده كده، تمام؟ طبعا لو انا زقيت بقى كده او زقيت كده هلاقيها بالشكل ده. طيب نتعرف على الاوامر البدائيه عشان لما نبدا نشتغل الموديل تبقى الدنيا تمام. لو انا مسكت دول الفيسز دي ورحت كده عمل لها ديليت، انا عملت لها ديليت، هرجع تاني. لو رحت للفيرتكس اقدر سيلكت فيرتكس، لو رحت للايدج اقدر سيلكت ايدج، المره دي لو رحت للبوردر هقدر سيلكت بوردر. اظن واضح البوردر ده عباره عن ايه. البوردر اللي هو الاطار، تمام؟ الاطار، والاطار ده لا يبقى فيه لا فيسز لا من الناحيه دي ولا من الناحيه دي، تمام؟ يعني انا عملت كده اقدر اطلع بحق اللي انا عملت، خليها بعدين، تمام؟ ماشي. المهم ان ده بوردر. element ده بقى هيجي لما نشتغل على موديل متكون من كذا موديل، يعني انت ممكن تشتغل على ولا تعمل مثلا space ship. space ship انت عندك مثلا الجسم لوحده، الجناحات، المحركات اللي تحت الجناح، مش فانت هتعمل كل، يعني كل واحد من دول هيبقى موديل، هتحتاج ساعات انك انت تلم الموديل دي او تلم المجموعه دي في موديل واحد. في الحاله دي هيبقى الموديل الواحد ده متكون من مجموعه اليمنتس،
لو ضغطت كده وجيت اعمل كده، هو الموديل اصلا كله على بعضه إليمنت واحد، انا ما عنديش غير سفير. تمام. طيب لو انا مثلا عايز امسك دول مثلا، تمام، خلي بالك بقى، بص خلي بالك قوي انت بتعمل سيلكشن. عايز تتفادى العيب ده، هتعلم هنا على علامه اسمها اجنور باك فيسنج. لو ضغطت على اجنور باك فيسنج وجيت تشتغل كده، عمره ما هيسلك فيس ورا فيس، يعني كده مش هلاقي عندي اي حاجه، الدنيا كده عندي تمام. طب انا عايز اطلع دول لبره شويه، يعني عايز اعمل من دول بروز، اعمله ازاي؟ لو نزلنا تحت، عشان كده قلت لكم شوفوا القائمه دي طويله 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 جدا يعني. حلو. دي ليها هنا اختصارات، بس بصوا بقى الفرق لما نيجي نشغل الريبون ده كده، بقى الريبون كشر عن انيابه، يعني هنا بقى هنلاقي اوامر بالهبل. ما بروح لهاش كتير بصراحه، تمام، بس يعني مثلا بوليجونز دي تحتها الحاجات اللي تخص الفيسز، تمام، دي الحاجات اللي هتخص الى حد ما شويه السليكشن شويه، تمام. فانا بدل ما بروح هنا واقعد ادور، لان حفظها صعب شويه، تمام، فانا بشتغل من الطريقه القديمه احسن. لو ضغطت، انا نادرا لما هتضغط على الزرار بتاع الامر، لا، اضغط على علامه الويندو اللي جنبه اللي هي السيتنج. دلوقتي احنا عندنا اكسترود، اكسترود لو ضغطت على السيتنجز زي ما انت شايف، بس خلي بالك هو ما اعتمدش التغيير ده، ده ما حصلش. ليه؟ انت عندك هنا بقول له انا عايز اكسترود كده مثلا يعني كده، هنا بيقول لك نوع الاكسترود. لو انا قلت له جروب تمام، لو قلت له لوكال نورمال زي ما انت شايف، طلع الاكسترود زي ما الفيس مشاور، يعني الفيس مشاور كده، فده طلع كده، ده كده، ده طلع كده. بص لو قلبتها جروب، شايف طلع كله في اتجاه واحد، هو بيحاول يطلعه في اتجاه واحد. لو قلت له هنا باي بوليجون، مطلع كده كل فيس لوحده، تمام. فانا هنا هقول له مثلا لوكال نورمال، هنا اقدر احدد الحجم، لو عملت كده خلاص عمل اوكي. طب لو ضغطت على دي، واحده ثانيه، واحده ثالثه، واحده رابعه، تمام، وهكذا. دي مثلا انا عايزها كده شويه وخلاص، اوكي كده هنطلعها تيمينج. جميل كده، جميل جدا، حلو. طب واحد يقول لي انا عاجبني ده، بس انا مش عايز دي عامله كده، تمام، انا عايز دي مستقيمه. اذا انت شغال على سفيريكال شيب وعايز اطلع منه ستريت، تمام، انت عملت دي كده، كل الحكايه اللي هتعملها هتعمل ايه؟ هتقوم رايح هنا من فوق للاداه الثالثه اللي هي السكيل، هتمسك السكيل وتيجي على المحور واي، انت عايز تخلي دول فلات، عايز تخليهم مستقيمين كده. لو مسكت واي وجيت عملت كده، تمام، خلي بالك وانت بتمسك وتسحب عينك على الارقام اللي تحت دي، بنسميها الكووردز او الاحداثيات. يعني لو مسكت كده وجيت عملت كده، هفضل ماشي ماشي ماشي، افضل شد شد شد، وهو هيعدي ويطلع من الناحيه الثانيه، الدنيا تمام، لغايه ما يقلب زيرو. بس قلب زيرو زي ما انت شايف، هما كده على، طبعا الكلام اللي انا بعمله ده مش يعني مش دي الطريقه اللي نشتغل بيها، بس هي دي الفكره في موضوع ان احنا نعمل سكيل لحاجه زي كده. هو الحركه دي حصلت لان الاكسترود من الاول غلط، الاكسترود ما كانش المفروض يطلع على النورمالز، كان المفروض يطلع زي ما هو. بس ده كده اول امر اللي هو الاكسترود. هعمل كنترول زد وارجع تاني. طيب الامر اللي بعده امر اسمه انسيت. انسيت الفكره ايه؟ افرض انت مش عايز تطلع بدول مره واحده، لا انا عايز ازق، يعني ايه، اخلي فيه كمان ايدج كده. بصوا احسن حاجه انسيت اهو، انسيت ده هي دي فايدته،
تمام، هيزق الفيسز او الايدجز لجوه شويه. طبعا هنا معمول جروب، او ممكن اقول له برضه باي بوليجون، يعني كده بفصل كل بوليجون لوحده. يبقى انا كده هزق كده او كده زي ما انا عايز. اما هنا فانا اقول له ارجع تاني باي جروب، بس كليك خلاص اعتمد التغيير. تمام، لو جيت اخد مثلا اتنين زي دول وجيت اقول له اكسترود تاني واقول له جروب، هلاقيها مثلا بالشكل ده كده. لو جيت اقول له اكسترود تاني وازق دي فوق مثلا واقول له اوكي، هلاقيها برضو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا لو رجعت للاداه دي كده هلاقيها بالشكل ده. ده بالنسبه بس لشويه الاوامر اللي احنا هنتعامل معاها كتير قوي قوي واحنا شغالين. بس هي دي الفكره العامه، هي دي الفكره، انك انت بتخلي الاوبجكت بدل ما هو بارامترك بخليه بوليجون. يعني اقدر ان انا اشتغل زي ما احنا اشتغلنا دلوقتي كده، اقدر ان انا اشتغل على الايدجز، اقدر ان انا اشتغل على الفيسز، اقدر ان انا اشتغل على الفيرتز. في نقطة لو انت مش حابب، على فكرة هو عامل جوه شادو فعشان كده مظلم، فلو انت مش حابب موضوع الشادو ده ممكن تروح هنا ل بيرفيو بريفرنس، لا مش بيرفيو بريفرنس، هنروح هنا على علامة الزائد دي وهنلاقي عندنا حاجة اسمها كونفيجر فيوبورتس. في كونفيجر فيوبورتس انا عندي حاجات كتيره قوي. في هنا الديسبلاي بيرفورمانس، بصراحه باي ديفولت الانتي الياس دي بخليها نان، بس لو انت رفعت دي كده تمام وجيت عملت ابلاي، بص على شفته الزجزجه دي، لو انت عملت ابلاي راحت. بس خلي بالك ان هي مع الشغل بتقل الفيو بورد، بتقله فعلا يعني. فلو انت حابب تعملها اعملها مفيش مشكله خالص، بس وانت شغال لو حسيت ان الدنيا تقيله معاك روح الغيها. تمام، يعني انت رحت عملت كده وقلت له كونفيجر فيو بورد، ارجع الغيها دي. ده لو انت حابب، انا هسيبها ونشوف الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو رحت هنا للستاندرد وجيت لحاجة اسمها Viewport Global Settings، هنا بقى ده جابها تاني، انا اسف في 2016 ما كانتش كده. لو رحنا هنا قلتله Preview، يعني احنا لو رحنا هنا هنلاقي ان اقدر ان اظبط الشيدنج زي ما انا عايز. ابرز حاجة هنا اللي هي مثلا لو انا قلتله Shadows، خلاص كده يبقى انا هجيب هنا Shadows. لو انا حطيت هنا بلان هلاقي دي عملت شادو عليه. تمام، امبيانت اوكلوجن، يمكن انا هلغي الشادوز لكن بحب الامبيانت اوكلوجن. ليه بقى؟ هو الامبيانت اوكلوجن ده عباره عن، اقولها لكم ازاي. عارفين لما جسمين يقربوا من بعض يلزقوا في بعض بيبقى في بينهم وبين بعض شادو، او بيبقى في بينهم وبين بعض ظل او حته سودة بمعنى اصح. هو ده الامبيانت اوكلوجن، هو مش جاي من اضاءه لكن هو جاي من تلاقي جسمين مع بعض. فده انا بحبه ليه؟ ان انا ببقى عايز اعرف هل هما فعلا قريبين من بعض، طب هل هما لزقوا في بعض فعلا وبيدي شكل حلو في الفيو بورد. فانا ممكن اقول له امبيانت اوكلوجن وبعد كده اقول له ابلاي تو اول فيوز واقوم اعمل له اوكي. هنا طبعا مش هلاقيه، لكن لو انا رحت خدت بلان طبعا اترسم مش صح يعني، كان المفروض يترسم في مكان من التوب فيو. هنلاقي الشيدنج ده هي الاسفير مظلمة، علشان كده نطلع لفوق كده ناخد الاثنين دول ونخلي الكالر يوزر ديفايند. هرجع هنا تاني لبيرفيو
ambient occlusion, ambient occlusion intensity fade. الراديوس ممكن نزوده شوي. هنا rendering level معمول basic، ممكن اقول له هنا خليه advanced واقوم جاي عامل اوكي. يعني كل دي كل اللي انا عمال اعمله ده مجرد سبل انك انت تشوف الاوبجكت بتاعك بشكل كويس. لو لقيت ان اي حاجة من دول متقلة لك الدنيا، ممكن من هنا تختار بريسيت جاهزة، ممكن تقول له ستاندرد. تمام، هو بيظبط الدنيا بشكل كويس. ممكن تقول له performance، ده لو الدنيا عندك يعني تقيلة زيادة عن اللزوم، بس في الغالب انت تفضل شغال على ستاندرد. يعني ما عمليش مشاكل حتى مع السينز التقيلة. مش عايز اتكلم على حاجة اكتر من كده، عشان عايز اخش على طول في ازاي ان احنا نبدأ نشتغل على موديل. مرة نبدأ نشتغل على موديل من شغل البوليجونز اللي هو شغل الفيسز. مش هوضح تاني بقى اللي هو شغل البوليجونز، خلاص عرفنا كلمة بوليجون يعني فيسز. ومرة هنشتغل برضو على اوبجكت تاني من السبلاينز، يعني هنبدأ الشغل بتاعنا من سبلاين. اشوفكم في المحطه. قبل ما اختم، عاوز اقول حاجه مهمه، ان الجريد ده هو اللي بيمثل الارضيه بتاع البيبورد. لو ضغطت حرف الجي هشيل الجريد، لو ضغطت حرف الجي تاني هرجع الجريد. نقطه مهمه جدا 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 جدا، وهقولها تاني بس انا حابب اقولها من دلوقتي. فينا حاجه مهمه اسمها الجريد سبيسنج. يعني ايه الجريد سبيسنج؟ اولا ماكس وانت شغال بتبقى شغال على وحدات، مش شغال عشوائي. يعني شغال بالسنتي، بالمتر، بالملي، واتفر انت شغال بيه. في حاجه اسمها جينيريك يونتس، ودي مش هنشتغل بيها اصلا لان عمرها ما هتنفع في شغلنا اساسا. طب ازاي اظبط الوحدات بتاعتي؟ هروح لكاستمايز. من كاستمايز هلاقي عندي حاجه اسمها يونت سيت اب. لو ضغطنا على يونت سيت اب هلاقي هنا عندي متريك، يو اس ستاندرد، كاستم، مش عارف ايه الكلام ده كله. اللي عايزكم تعرفوه بقى ان العبره مش بدول، دي يا دوب اسمها ديسبلاي يونت. يعني هي يعني لو قلت له كده سنتيمتر، هو كده مش هو ما حولهاش للسنتي، هو كل الحكايه احط لك سي ام بس جنب الرقم. لكن انا بقول له جينيريك ليه؟ جينيريك عشان احط انا الرقم وماكس يشتغل مع نفسه ويعمل انترنال كالكيوليشن ويحولها للمقاس الصح. بس دي بناء على ايه؟ بناء على دي حاجه اسمها سيستم يونت سيت اب. كليك بقى هنا ال1 يونت، الرقم اللي انت هتكتبه هيساوي 1 ايه؟ خدت بالك؟ دي ديسبلاي بس، لكن دي الريل يونت. يبقى انا عندي الوان يونت بتساوي 1 متر او 1 سنتي. احنا في شغلنا نشتغل يا على المتر يا على السنتي. بصراحه المتر بحب اشتغله لو بشتغل مع ليكويد، مع سوائل. السنتي مع الباقي كله، فانا هقول له 1 سنتيمتر واقوم جاي عامل اوكي. اوكي خلاص جميل. طب افرض انا هشيل بلندا ودي هعمل لها سكيل. اوبس يا عم سكيل. طب انا ما شاء الله يعني انا عامل سكيل كبير قوي للاخت دي. طب ده الجريد مش باين. هو بينه وبينك هو مش شرط يبان، بس هو لما بيبان بيديك فيجوال ريبريزنتيشن، يعني بيخليك تبقى عارف الحجم قد ايه من السين. لو جينا نرفع دي كده ده الجريد. طب افرض انا عايز الجريد بتاعي يبقى ظاهر عن كده، يعني انا عامل اوبجكت كبير وكل حاجه، بس يعني يبقى الجريد برضو موجود. دي بقى من الجريد سبيسنج. يعني ايه الجريد سبيسنج؟ لو احنا زومنا كده، كل مربع من دول بيمثل مقدار معين من الوحدات اللي انت اخترتها هنا. بمعنى ان المربع ده بيساوي 10 سنتي، يعني كده 20 سنتي، كده 40، وهكذا. لو انت عرفت تكبر الجريد سبيسنج دي، ان كل مربع من دول يساوي مثلا مترين او يساوي متر ومتر مثلا، هتلاقي الجريد كبر، فبالتالي هتلاقي الجريد ظهر. طب دي تيجي منين؟ شفتوا العلامه دي؟ في 2016 هنلاقيها زي المغناطيس، هي نفس المكان. رايت كليك عليها وهنلاقي في اوبشنز، في هوم جريد، هوم جريد، هنلاقي حاجه اسمها جريد سبيسنج بتساوي كام؟ 10.
لو انا قلت له 100 حاسس بفرق؟ كأن مفيش فرق، بس هو فيه وفرق جامد مش فرق قليل. ده بعد ما كان 10 سنتي بقى متر. اذا انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 عندي ده كده 14 متر. خلي بالنا للصبح الحته دي عشان ما تجيش تقول ايه هرسم البوكس ده كده وكده ده صغير. لا مش صغير، ده البوكس ده كده لوحده داخل في 3 متر، حته البتاع ده داخل في 3 متر. فنخلي بالنا احنا شغالين على وحدات عامله ازاي، ونخلي بالنا ان السبيسنج بتاع الجريد بتاعنا شكله عامل ازاي. الجريد لو مضايقك اضغط جي شيله، اضغط جي تاني رجعه. لو ايدك غصب عنك جت على حرف الدي فانت عامل ديسيبل للفيو بورت، اهي ديسيبل. لو ظهرت لك اضغط دي تاني هتلاقيها راحت. يمكن ده اللي انا عايز اتكلم عليه في الاربع دقايق اللي فاضلين من المحاضره. عايز بسرعه اتكلم من كاستمايز. في حاجه اسمها كاستمايز يوزر انترفيس، لو فتحتها تمام شويه هتفتح هنا القوائم والهوت كيز. لو انا عايز اعمل هوت كيز هنا الماوس، هنا التول بارز، هنا الكوادز، هنا المنيوز، يعني كل ده بعرف اشتغل. بحط التولز اللي انا عايزها هنا واحط المنيوز اللي انا عايزه. يمكن انا من دي حطيت الدبريز ميكر ده. اما لو كاستمايز تاني ورحت هنا لحاجه اسمها يا راحت فين الديفولتس، اهي كاستم يو اي اند ديفولتس، كليك هنا بقى. هنا والله انا عايز اقول له افتح لي ماكس على واتيفر الانترفيس اللي انا هختاره منها. انا مسطب في ري فبقول له ماكس في ري الكاستم. هل انت عايزها ديفولت ولا عايزها دارك ولا عايزها ايه بالظبط؟ هنا دي كده الانترفيس بتاعك. مجرد ما تختاره وتعمل اوكي هيقوم قالب لك الانترفيس، ومش انترفيسه بس، ده هيقلب لك كمان الديفولت ريندر انجن، يعني الريندر اللي انت بترندر بيه هيتقلب على حسب ده. فعامه انا مكستم الانترفيس بتاعي فمش هعمل سيت. لو عملت سيت هضطر اقفل ماكس وافتحه مره تانية. ده بالنسبه لسريعا كده ايه هي او ايه الانترفيس اللي قدامنا دي، ايه شويه البانلز اللي هنا دي. خلاص شويه اوامر اساسيه سريعه كده اشتغلنا عليها. المحاضره اللي جايه على طول هنبدا نشتغل في بيزك موديل عشان نعرف شويه التولز اللي موجوده عندنا في الموديل.